جديد التكنولوجيا التي صارت جزءا لا يتجزأ من حياتنا. في زماننا هذا باتت للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دور كبير في حل الأزمات التي يعاني منها البشر. في بريطانيا مثلا تم ابتكار منظومة تكنولوجيا ستساعد في حل أزمة الأسرة بالمستشفيات، وهو ما سيوفر على حكومة البلاد حوالي 1.5 مليون جنيه استرليني. شركة الذكاء الاصطناعي فاكولتي البريطانية ابتكرت منظومة تتنبأ بدقة بالوقت الذي يكون فيه المرضى جاهزين لمغادرة المستشفى، لكن ليس بعد فترة تعافيهم بل فور وصولهم إلى قسم الطوارئ. قد تتساءلون كيف ذلك؟ سأجيب. هذه المنظومة تحلل بيانات مثل العمر، الحالة المرضية، الإقامات السابقة في المستشفى لتقدير المدة التي يحتاجها المريض للبقاء داخل المستشفى، ومن ثم تبلغ إدارة هذا المستشفى خدمات الرعاية الاجتماعية بالتاريخ المتوقع لخروج المريض من المستشفى مقدما، بما يسمح بتوفير أسرة الرعاية وإعدادها. حتى الآن تم اختبار تلك التقنية في 4 مستشفيات تابعة لدائرة الصحة الوطنية في ويلز، وتشير التحليلات إلى أن هذه الأداة ستوفر على مستشفيات الدائرة 3000 يوم إقامة في الأسرة، رقم كبير. وتشير أحدث أرقام دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا إلى أن 15% من إجمالي الأسرة يشغلها مرضى مؤهلون للخروج من المستشفى، هذا رقم كبير. معظمهم يتأخر في الخروج بسبب التأخير في إعداد تجهيزات الرعاية الاجتماعية. عموما رواد مواقع التواصل تباينت آراؤهم بخصوص هذه التقنية الجديدة. البعض تساءل عن مدى تأثيرها، منهم شميرغل فلونك الذي قال إنه كان يعتقد أن مشكلة حجز الأسرة لوقت طويل تتعلق بعدم وجود مكان مناسب لتحويل المرضى إليه، وتساءل كيف إذن سيساعد التنبؤ بموعد خروجهم على حل هذه الأزمة. في المقابل يشير الناشط البيئي ريتشارد باكستر إلى ضرورة وجود هذه التقنية، إذ يقول إن الرعاية الصحية والاجتماعية في بريطانيا تعاني من نقص حاد في التمويل نتج عنه أزمة أسرة واسعة. وأشار أيضا إلى أن تقاعد عدد كبير من الموظفين من ذوي الخبرة في ظل وجود أزمة تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى نقص كبير في عدد الموظفين في القطاعات الصحية على حد تعبيره.